أخبار الخير إن شاء الله. ثبت عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر قال: اللهم صيبا نافعا. رواه البخاري. فلعل دعوة صادقة منك تدفع ضررا عن المسلمين من ذلك المطر وتجلب لهم به خيرا. هذا فضلا عن أجر فعل هذه السنة. وورد أيضا عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر يقول رحمة.